أولا إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لعائلة الفقيدة والمكونات أنصار فريق الرجاء البيضاوي، والله يصبر العائلة ديالها، الله يصبر الجيران ديالها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أولا هي كابنة الحي كتقطن في نفس الحي اللي كنقطن فيه، كان خبر كصاعقة أولا كابنة الحي، ثانيا كوحدة من أنصار فريق الرجاء البيضاوي. في حب فريق الرجاء البيضاوي هو إدمان، كل واحد كيبغي اللوغو ديال ديك الفرقة. كانت كتبغي فريق الرجاء البيضاوي وضريبة المسؤولية ديال بعض المسؤولين الله ياخذ فيهم الحق، كتخليك أنك حب داك الفريق، كي كتشوف أن إنسانة ماتت كامصة، الذنب ديالها الوحيد أنها مناصرة الفريق الرجاء البيضاوي. يمكن طاحت عليها اون باريير وتمشى فوق منها، جو بونس هادشي اللي كيقولوا، ما باقي ما غياني سيغ، ولكن هادشي اللي كيتقال دابا. ودائما كنرجعوا سوء التسيير والتدبير لشركة كازا ايفنت اللي كتحمل المسؤولية ديال هادشي، لأنه ماشي أول مرة كيوقع هادشي في سميتو، هاد سوء التدبير والتدافع الجماهير، لأن سوء التسيير ديال هاد الشركة هادي. ودائما نفس المشكل مع كازا ايفنت اللي كدي اموال ودون محاسبه ودون مراقبه. دونك جي با كومبري، اليوم كتشوف كازا ايفنت انها تبات في كارثه في جوار ملعب محمد الخامس. دونك حسبي الله ونعم الوكيل. الحاله النفسيه كارثيه لصحابها، لوالديها، الام ديالها، الناس اللي كانوا معاها في التيران. دونك حاله يرثى لها، وحاله حتى ديال الناس اللي كيعرفوها والجوار ديالهم. دونك الحاله ديالهم كارثيه، لانه نزل واحد غادي يمشي يشجع حتى يرجع لك في صندوق. وهذا رساله موجهه للمكتب الفاشل لفريق الرجاء البيضاوي، على راسهم الرئيس الفاشل، الرئيس اللي فمه محلول بزاف. انت بزاف عليك انك تكون كتبغي فريق الرجاء البيضاوي، بزاف عليك انك تسير فريق الرجاء البيضاوي. الناس كتموت على حب هاد 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 هاد, هاد الكيان هذا، على حب فريق الرجاء البيضاوي. دونك كنتمنى انه جاء الوقت قبل ما تمشي في حالك، خاصك انت يتحاسبوا معك. ما كاينش غادي نقدم استقالتك، ما كاينش. علاش غادي تقول انا نقدم استقالتي؟ اولا يجب محاسبتك انت وكل من سول له نفسه، تعالى عب ارواح انصار فريق الرجاء البيضاوي. الحاجه الثانيه، رساله للاعبين والكرارس اللي عندنا داخل داك الفريق، الناس كتموت على حب الفرقه، وانتم ما قدرتوش تموتوا باش تجيبوا لهم التاهل لنصف النهايه. بزاف عليكم تحملوا داك القميص. ليساج ديال فريق الرجاء البيضاوي، جاء الوقت لمغادرتكم النادي، لانكم بسببكم انتم وبسبب بعض اللقطاء في داك الفريق هذاك، وبسبب بعض المنخرطين اللي بزاف عليهم يكونوا في الرجاء، جاء الوقت انكم تمشيو. ولكن قبل ما تمشيو، هنا رساله موجهه للقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية، هادشي خاصك تشوفو، لانك انت من الناس، من الاسباب ديال هادشي اللي واقع في الكرة المغربية. شوف، اكيد انها ماشي الاولى، وحتى في الماتش اللي كان ديال فريق الرجاء البيضاوي ضد شباب محمدية، كان توفى واحد مشجع من انصار الجرين بويز كان جاي للتيران وتوفى، الله يرحمه ويوسع عليه. شوف، بحال هاد اللامسؤولية وهاد هي اللي كتكرهك انك تبقى تمشي للتيران. راك بزاف ديال الناس قبيلات لي، وانا ما فهمتش ان الناس مقطع لي تيكي ديالها والناس داخلين في بلاصتها. ديجا انا شي عمرني سمعتو، كتلقى 800 واحد مقطع تيكي كيقول لك ها هو التيكي ديالي، واش كل اللي داخل في بلاصتو؟ ماشي حيت ناس كتجلس في اي بي مرتاحه مع دماغها، زعما الجمهور يضرب راسو مع الحيط. دونك دائما غادي نرجعوا لسوء التسيير وسوء التدبير ديال كازا ايفنت، وكنتمنى من المسؤولين يكونوا زعما ياخذوا بديل، لان ارواح هاد الناس ما خصهاش تمشي هباء منثورا. اليوم يديروا هاد البنت انها كو كانت مو ولا اختو ولا. ورساله للناس اللي كتدخل الانستغرام وهذا، كيقول لك حقا العيالات بلاصتهم في الكوزينه، حقا كون جلست حدا دارهم، حقا حقا ديك الهضره ديال والو خليوها عندكم، لان اللي كيبغي الرجاء ولا اللي كيبغي الوداد ولا اللي كيبغي اي فرقه في المغرب، اللي كيكون الحب ديالك لهاد الفرق هادي، ما كتمشي للتيران هكاك، لان ادمان. دونك بركة من دوك التعليقات السلبيه، وكنتمنى انه هذه حاله وفاه، نقولوا انا لله وانا اليه راجعون. حب، شوف، كمدمنين على حب فريق الرجاء البيضاوي، هذا ما غادي يحيدوا حتى شي واحد، غير ملي كيكون حاله وفاه كنقولوا انا لله وانا اليه راجعون، بلا بلوس بلا موان. ديك قوه الهضره الخاويه، ودوك الناس اللي خرجوا هنا من مدينه المحمديه وسموونا لقطاء، وسموونا شنو هي ديك الكلمه الاخرى، داخلين على حب فريق الرجاء البيضاوي. وهذا انا كنتمنى انكم كفاكم هادشي. كتبقى بنت المحمديه توفات رجويه، وقبل ما تكون لا رجويه ولا شي حاجه فهي انسانه. دونك كنتمنى انه دوك التعاليق الفارغه اللي لا اساس لها من الصحه
نحبسوا منها وشكرا، احتراما اولا للعائله ديالها واحتراما للناس اللي كيعرفوها واحتراما لجماهير فريق الرجاء البيضاوي.